بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم كسر الخاتم في اليد في المنام. فانكسار الخاتم في الحلم وتفسير رؤية الخاتم المكسور أيضا في المنام. فيقول ابن سيرين أن رؤية حجر الخاتم يتقلقل فهو مهدد بالعزل أو فقدان السيطرة، وإن وقع فإما أن يكون زوال سلطانه أو موته أو موت أحد أبنائه أو ذهاب بعض ماله. ومن رأى خاتمه انتزع في المنام فهو يطلق زوجته أو يموت قريب له من الأقربين. وانكسار الخاتم في المنام فهو زوال للسلطة أو العز مع بقاء ذكر الاسم بين الناس. ومن رأى خاتمه مكسورا دلت رؤيته على كسر القيود والالتزامات، فإن كان خاتم الخطبة في المنام مكسورا دل على وجود بعض المشاكل والعقبات في أمور الخطبة، فيما يدل انكسار خاتم الزواج على الطلاق أو الارتباط بسفر. ومن رأى أن خاتمه ينكسر بإصبعه فهو يفك ارتباطه بمسؤولية عمل أو شركة، أو يمتنع عن توثيق الأمور والمعاهدات. ومن كسر خاتمه متعمدا يفك شراكته، ورؤية إصلاح الخاتم المكسور هو إصلاح في العلاقات وطلب الحقوق والقيام بالواجبات. ووضع الخاتم في الخنصر وخلعه أو نقله لإصبع آخر يدل على دياثة الرجل أو إعانة النساء على الفواحش، فإن رأى أن الخاتم ينتقل من إصبع لآخر دون أن يخلعه هو ويلبسه فإن زوجته تخونه. وحلم لبس الخاتم في الإبهام يدل على إبرام العقود والصفقات، ولبسه في السبابة شهادة حق. وأما رؤية لبس الخاتم في الوسطى فإن الرائي يمسك العصا من وسطها لا غالبا ولا مغلوب. ولبس الخاتم في البنصر في المنام دليل رضا وقناعة واتفاق، وأما لبس الخاتم في الخنصر فعلاقات بين الجذب والرفض. ومن رأى أنه يلبس أكثر من خاتم في إصبع واحد فهو يقوم بأداء مهام تحمل أكثر من مهمة. وأما رؤية لبس الخواتم في أكثر من إصبع فهو الفصل بين الأمور بشكل منظم ومسؤولية يتم أداؤها على أكمل وجه. وأما لبس الخواتم في جميع الأصابع فيدل على الموافقة والرضا. وأما بالنسبة لأخذ الخاتم في المنام، إن كان من ذي علم ودين فهو بشارة بنيل العلم. كذلك من أخذ الخاتم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الخاتم من السماء في الحلم كأنه من الله تعالى، فهو حسن الخاتمة على ألا يكون الخاتم ذهبا. وإن أخذت المرأة في المنام خاتما دل ذلك على زواجها أو إنجابها. وأما من يعطي خاتما لغيره عن طيب خاطر فهو يمنح من ماله عن طيب نفس. ويضيف الشيخ النابلسي أن من أخذ في المنام خاتما فهو إما أن يتزوج أو يسمع خبرا يسره. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.